الفنانة ياسمين عبد العزيز البنوتة الشقية الفرفوشة واللي الكل عارفها بضحكتها وفساتينها، لكن محدش يعرف قصة جوازها برجل الأعمال محمد حلاوة وخناقتها مع أخوها. لكن إيه الصدمات اللي حصلت ليها؟ وهل أحمد العوضي كان فعلا العوض؟ إيه اللي حصل وليه وإزاي؟ كل ده هنعرفه في التقرير اللي معانا. حكاية حب بدأت من 20 سنة بين بنوتة صغيرة ورجل أعمال متزوج وعنده 4 أطفال. وقتها الناس هجمت ياسمين عبد العزيز وقالوا عليها خطافة رجالة، بس ياسمين ما أنكرتش، بالعكس خرجت وأعلنت إنها الزوجة التانية وكان برضا زوجته الأولى وأولاده. استمرت الحكاية وتقريبا الموضوع بقى عادي، وأنجبت ياسمين بنتها الأولى واللي أصر جوزها يسميها على اسمها ياسمين من كتر حب فيها. ومن بعدها ابنها سمته سيف الدين، واختفت ياسمين وأسرتها عن الصحافة والإعلام في هدوء وسلام. مش بس كده، ياسمين كانت بتتصور طول الوقت مع أسرة محمد حلاوة وزوجته الأولى وأولاده منها، وكانت دايما صورهم باين فيها حبهم لبعض، وده أكتر حاجة أثبتت أن ياسمين صادقة جدا ومخربتش بيوت حد ولا حاجة. ومش أول واحدة في العالم تكون زوجة تانية، لأن زوجته الأولى اتطلقت بدون أي تدخل من ياسمين. بعد الولادة التانية لياسمين بمدة قصيرة، الناس بدأت تتكلم وتقول إنها اتطلقت، وإن ريهام حجاج خطفت منها جوزها، وزي ما هي خطفت محمد حلاوة من مراته الأولى، ربنا انتقم منها. لكن ياسمين ما تكلمتش، بالعكس دي نشرت صورة ليها هي وجوزها بس. بعدها بمدة طلعت وأكدت إنها اتطلقت من سنة ورفضت التعليق على أي حاجة. وبعدها بدأت الشائعات، ولكنها أصبحت معلومة مؤكدة إن ريهام حجاج اتجوزت محمد حلاوة. أخو ياسمين عبد العزيز نشر بوست ودعمها فيه وقال إنه هينتظر شغلها لأنها تكبر بزيادة، ورفض إنها تبص وراها. بس الأزمة بدأت لما الفنانة ريهام حجاج طلعت وقالت عن جوازها من محمد حلاوة، واتكلمت عن ياسمين بصفة المجهول وقالت الطرف التاني. لكن ياسمين ما كدبتش الخبر ونشرت صورة ليها هي والعوضي مكتوب عليها على اللاحق حكايتكم يا جوز حرابيل. أخت محمد حلاوة ما سكتتش وطلعت وهجمت ياسمين وقالت إنها شافت برنامج ريهام حجاج أختها وصاحبتها ومرات أخوها، وطبعاً كانت تقصد تضايق ياسمين، واتهمت ياسمين إنها بتحاول تفسد عليهم فرحتهم بريهام وإن ما يصحش تقول كده. كملت كمان وقالت إنهم بقالهم 3 سنين بيتحاربوا وبيتهاجموا وبيتقال عليهم كلام غلط وهم مفكروش يردوا عشان خاطر مصلحة الأولاد. وشاورت على ياسمين وقالت إنها مش فارق معاها عيالها، وقالت لها يا ريتك ياسمين تحاولي تكوني سعيدة من غيرنا علشان احنا عايشين زي الفل من غيرك. ومش بس كده، أخت محمد حلاوة اللي هجمت ياسمين دي كمان ليلى بنته الكبيرة من مراته الأولى اتهمتها بإنها خطفت منها أبوها وحاولت كتير تقطع علاقته بيها وتأذيهم. ليلى ما سكتتش لحد كده، دي كمان قالت اوعي تدعي حاجة مش فيكي، انت عمرك ما كنتي كويسة مع حد، الناس مش عارفة حاجة، ياريت تبطلي أذى بدل ما نعرف الكل حقيقتك. مش بس أسرة محمد حلاوة هي اللي كانت بتهاجم ياسمين عبد العزيز، ده كمان أخوها هاجمها أول ما انتشر الكلام عن ارتباط ياسمين بالعوضي، وطلع وقال كلام غريب ممكن يكون أخ لأخته. بصي ياسمين يا أختي، أنا معاكي وفي ظهرك من وانتي صغيرة، شلت مشاكل كتير بسببك وانتي عارفة أن أنا تأذيت فيها إزاي، لكن هنهرتل وتروحي تعرفي واحد أصغر منك ب10 سنين وتتصوري صور ملهاش لازمة على حساب سمعتك وسمعتنا؟ لا. ياسمين رغم كده تمسكت بالعوضي اللي شايفة أنه هو العوض في حياتها بعد الحب والجواز سنين طويلة مع محمد حلاوة واللي سابها وراح اتجوز، وظهر عليها الانسجام في أول مسلسل عملته مع العوضي وهو مسلسل اللي ملوش كبير، عشان تكرر التجربة السنة دي في رمضان بمسلسل جديد. بس كل الخناقات دي والأسرار اللي طلعت للناس، هل أنتم شايفين إن اللي حصل فيها دي حقيقي لأنها هي اللي خطفت الراجل من مراته الأولى، ولا كانت مظلومة؟ وهل ربنا عوضها بأحمد العوضي حقيقي ولا لا؟ شاركونا برأيكم في التعليقات.